تخيل مكاتب العمل الصاخبة تتحول إلى صمت رهيب، حيث تستبدل الأيادي البشرية بآلات ذكية تنهي المهام بسرعة ودقة لا تضاهى وتعمل في صمت. عالم سيصبح فيه الذكاء الاصطناعي القوة المحركة للشركات الكبرى، يشق طريقه نحو كل زاوية من زوايا حياتنا. مع تزايد تطور التكنولوجيا أصبحت الشركات اليوم تسير بخطى حثيثة نحو استبدال الموظفين بالذكاء الاصطناعي بوتيرة أسرع مما كنا نتوقع. دراسة حديثة أجرتها جامعة ديوك بالتعاون مع مصارف الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا وريتشيموند بيّنت أن 61% من الشركات الأمريكية الكبرى تخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي خلال العام المقبل في مهام كان يؤديها موظفون. تشمل هذه المهام دفع الأموال للموردين وإعداد الفواتير وإتمام التقارير المالية وحتى بعض المهام الإبداعية مثل صياغة منشورات الوظائف وكتابة البيانات الصحفية وإعداد الحملات التسويقية. لكن هل يعني ذلك فقدان عدد كبير من الوظائف؟ يرى بعض الخبراء أن هذا لن يحدث على الفور، بل سيكون هناك تحول تدريجي حيث يسد الذكاء الاصطناعي الفجوات دون تسريح العمال. مديرة صندوق النقد الدولي وصفت التحولات المتوقعة في سوق العمل بأنها مثل تسونامي، حيث قد يؤثر الذكاء الاصطناعي على 60% من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة و 40% من فرص العمل حول العالم. فهل نحن جاهزون لعصر الذكاء الاصطناعي؟ وهل سيكون لدينا القدرة على التكيف مع هذه التحديات واستغلال الفرص الجديدة التي تتيحها هذه التقنيات؟ وكيف يمكن تحقيق توازن بين التطور التكنولوجي وحفظ وظائف البشر؟